الموظف لن يقوم بدفع 400,000 كاملة، ولكن سيقوم بدفع 25% فقط، والحكومة ستتكفل ب 75% من ثمن الشقة عن طريق بدل السكن الذي سيحصل عليه الموظف. أهلا وسهلا بكم متابعين القناة الكرام، معكم مصطفى بشير. النهاردة إن شاء الله معنا موضوع جديد من مواضيع المصالح الحكومية أو الأخبار التي تخص جميع المصالح الحكومية. موضوعنا النهاردة إن شاء الله حيتكلم على الموظفين الذي سيتم نقلهم للعاصمة الإدارية الجديدة، والمميزات التي سيتم إضافتها أو ستتم إضافتها من الحكومة لهم. طيب، قبل ما نشوف تفاصيل الموضوع ما ننساش نعمل اشتراك في القناة لو بتشاهدنا لأول مرة علشان يوصلك كل جديد في المصالح الحكومية، ويريد تدعمنا بلايك وتعمل شير للفيديو علشان تعم الفائدة. وكمان بنقول ألف مبروك للموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة. طيب، أول المميزات دي 2000 جنيه شهريا فوق المرتب. طيب، 2000 جنيه شهريا، الحكومة تسهيلات للموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية. قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء أن العاصمة الإدارية تعمل وفقا لأنظمة التراصل الإلكتروني بديلا للأنظمة الورقية وتطبيقات جديدة تدخل دولاب العمل الحكومي، موضحا أن كل وزارة اختارت المجموعة من موظفيها الذين يتسمون بالكفاءة والقدرة على العمل الإلكتروني لنقلها للعاصمة الإدارية بعد إخضاعهم لدورات تدريبية مكثفة وإخضاعهم لامتحانات كثيرة لقياسات المهارة. وتابع نادر سعد خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة أن هناك سكن للموظفين بجانب العاصمة في مدينة بدر، حيث يوجد تجمع كامل مكون من 17,000 وحدة مخصصة لموظفي العاصمة الإدارية، ومساحة الشقة 118 مترا كاملة التشطيب، وسعرها بخصم ثم الأرض والمرافق. أي الموظف سيقوم بدفع 400,000 جنيه فقط، مشيرا إلى أن الموظف لن يقوم بدفع 400,000 جنيه كاملة، ولكن سيقوم بدفع 25% فقط، والحكومة ستتكفل ب 75% من ثمن الشقة عن طريق بدل السكن الذي سيحصل عليه الموظف. يعني فرصة للموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة. طيب، وإيه كمان؟ وأكد نادر سعد أن الموظف يستطيع أن يحصل على بدل سكن ويقوم بشراء شقة داخل العاصمة الإدارية بنفس التسهيلات، ولكن ستختلف الأسعار على حسب كل شقة ونوعية التشطيبات، منوها بأن كل هذه المحفزات متاحة ل 42,000 موظف تم اختيارهم من الوزارات للنقل للعاصمة الإدارية الجديدة. وأضاف أن الوزارات قامت بالفعل بتوزيع الاستطلاع الرأي للموظفين لتحديد موقفهم في شراء الشقق أو اختيار بدل السكن واختيار ما يناسبهم اعتبارا من اليوم الأول لهم في العاصمة الإدارية، معقبا أنه لن يكون هناك تعسف لأبناء الموظفين في نقل مدارسهم أو بالنسبة لزوجاتهم وأماكن عملهم. وأوضح نادر سعد أن كل موظف وقع عليه الاختيار أكيد هو راغب في ذلك، بالإضافة بحزمة من المحفزات التي تشبع الموظف لانتقاله للعاصمة الإدارية، معقبا أن الموظف سيحصل على بدل انتقال بقيمة 2000 جنيه شهريا على المرتب إما بسيارته الخاصة أو وسائل المواصلات العامة سواء كان الأتوبيس العام أو القطار الكهربائي. شكرا لحسن استماعكم. دي كانت المحفزات اللي هو سيتم إضافتها للموظف الذي سيتم انتقاله للعاصمة الإدارية. طيب، اللي معاه أي سؤال بعد كده أو أي استفسار يتفضل مشكورا يضعه في تعليق، وإن شاء الله أنا بجاوب على جميع الأسئلة. وكمان اللي عايزنا نتكلم على موضوع معين أو عاوز يعرف طريقة أو إجراءات أو أوراق معينة لطلب معين في المصالح الحكومية، يتفضل يكتبه في تعليق وإن شاء الله نعمل له فيديو مخصوص علشانه. شكرا مرة أخرى لحسن استماعكم، كان معكم مصطفى بشير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.